أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ثقافة مصر. النهاردة كنا في مدينة نصر أمانة حزب مصر القومي اتحاد الوسام الذهبي، وفي أمسية شعرية أو أمسية رمضانية بمناسبة الشهر الكريم، وكان لنا لقاء مع أحد المحيين لهذه الأمسية. عرفنا بحضرتك يا فندم. معك محمود محمد محمود أهلا الشيخ بك محمود. الشيخ محمود. النهاردة كلمنا بقى عن الأمسية بتاع النهاردة، يعني ايه الموضوع بتاعها يعني؟ والله بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيه. المستشار حسين عدلي دعاني للحضور، وده كان أول مرة إن أنا أحضر معاهم، وبصراحة أنا كنت سعيد جدا. اتكلمنا عن أشياء كثيرة، منها الحب في الله، الأخوة في الله، واتكلمنا عن حب القرآن والدعاء. ويعني بصراحة صالون ثقافي جميل جدا 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 بصراحة، وأنا سعيد بوجودي بينكم والله ما شاء الله. اللهم عايزين بارك. بقى مداومة مثل هذه الصالونات من مع الدكتورة وسام تستمر بعد رمضان ولو مرة شهريا إن كده. شاء الله رب العالمين، كلما دعوتموني وجدتموني، أنا إن شاء الله موجود معكم دائما، لأن أنا بحب ده، وبحب الدعوة إلى الله عز وجل، وبحب التجمعات الطيبة، وأنا بساعد فيها ولازم أساعد فيها، وكلنا لازم نساعد فيها ونتحد على أمر زي كده. كلها نفحات في رمضان. كل عام وانت بخير، وكل عام وحضرتك حضرتك بخير، وكل الأخوة الطيبين بخير، والأخوات. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيكم جميعا. بشكرك جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك يا فندم. السلام. مسلم مسيحي عمرنا ما هان علينا دمنا ولا بعنا أبدا أرضنا. ده نبينا طه المصطفى لما الإله ليه اصطفى وصاه علينا كلنا، وصانا نبقى لبعضنا ولا فتنة تبعدنا ولا غدر يهزم ودنا. أحمد وحنا إيد في إيد، الدم مصري في الوريد، وبكرة جاي نهار جديد وفيها يرجع حقنا. Thank you.
Thank you.